عن مصر والشرق الأوسط، عندما أتيت بنفسك ماذا كان انطباعك؟ حيث أنني درست عن القارة الإفريقية والشرق الأوسط بشكل عام، فلم تكن لدي الكثير من الصور النمطية المغلوطة. الناس تتحدث وأنا أسمع ما يقال، ولكنني أعرف أن ما يقال ليس حقيقي، أو أن عليك أن ترى الأشياء بأم عينك حتى تكون لديك تجربة فعلية وبناء عليها تبني وجهة نظرك. ولكن بطبيعة الحال نسمع الكثير والكثير من الأشياء، ولكن بالنسبة لي كان الأمر على ما يرام. لم يكن لدي أي توقعات معينة، كنت أود أن أرى الأشياء بنفسي، وفي الحقيقة تفاجأت كثيرا، خصوصا الناس وودهم وطيبتهم. وفي الحقيقة ورأيت هذا الفارق ما بين السائح والأشخاص هنا من البلد. هناك الكثير من الأوكرانيين في شرم الشيخ تحديدا. يمكنك أن تجدي اللغة في كل مكان هنا، الروسيين في كل مكان. لكنها ليست مسألة قريبة. لا. نحن أوكرانيين، نحن نعرف اللغة الروسية معظم الوقت، نتعرف عليها ونفهمها، يمكننا أن نتحدثها. في بعض المناطق هي صعبة عليهم، ولكن أنت تعرف نحن نعرف اللغة لأسباب تاريخية. ولكن على أي حال هناك الكثير من السياح والأشخاص والمصريين. المصريين فاجأوني مفاجآت سارة في أسلوب التعامل، والسياح يمكن أن يكونوا ألطف. بيير، في أفريقيا لدينا مشكلة في الوقت الحالي أن نتحدث مع بعضنا البعض. هل تعتقد أن منتدى كهذا بين الشباب يمكن أن يحل هذه المشكلة ويعطينا فرصة للحديث وللبحث عن قضايا مشتركة للحديث عنها؟ أعتقد أول شيء نقوم به هو النقاش. في إفريقيا لدينا العديد من المشاكل، وهذا المنتدى وهذا الحدث يرحب بالمناقشات بين الشباب بشأن الحرب والتمييز وغيرها من القضايا الهامة. وبالنسبة لك يويا؟ أكيد أكيد. في الوقت الحالي الشباب، نحن مشكلتنا تختلف عن المشكلات التي كانت لدى الأجيال السابقة. هناك بعض الصور النمطية كما قلت، ولكن يمكن الآن أن نجد أشخاص هنا على سبيل المثال من مختلف الدول، ربما دول أباؤنا لم يتحدثوا إلى أهلها من قبل، ولذا فإنك هنا تجد أشخاص لديهم ما لديك من مشاكل ولديهم ما لديك من قيم، وبالتالي هذه تجربة جيدة يقدر بنا أن نتشاركها سويا بعد ذلك، لأنه أحيانا ليس لدينا الخلفية التاريخية التي لدى الأجيال السابقة، ليس لدينا نفس الخلفية الماضية من حروب وغيرها، وأشياء ليست مهمة بالنسبة لنا الآن. ولذا فهذه فرصة طيبة لنا جميعا أن نغفل أو نغمض أعيننا عما كان من قبل، وننظر إلى المستقبل، والمستقبل لأن الأمور طبيعيا مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل. خطط لتعود مرة أخرى إلى مصر؟ أكيد، أعتقد سوف أحب أن آتي مع ربما مع أسرتي أو أصدقاء لي، وأريهم ما رأيت هنا في هذا البلد. وبالنسبة لك بيير، عندما تأتي إلى مصر أنا واثق من أنه سيكون لديك وجهة نظر عن مصر، وسيكون لديك انطباع. هل كان هو نفسه عندما أتيت؟ بصفة شخصية لم أعرف كثيرا عن مصر. أنا أعمل مع زملاء من تونس، وهذه أول تجربة لي مع مصر. هل هذه هي التجربة الأولى لك مع مصر؟ وما رأيك فيها؟ رائعة جدا، تجربة رائعة جدا، رائعة جدا. أشكركم شكرا جزيلا هنا في مصر، ونرحب بكم في مدينة شرم الشيخ. شكرا لكم جزيلا. ما زلنا مكملين مع حضراتكم، فاصل قصير، ومن بعد الفاصل فنجان قهوتنا من شرم الشيخ مع شباب منتدى